ونبقى في الشأن السوري، حيث تواصل عشرات العائلات هروبها من المناطق الواقعة تحت سيطرة المسلحين في الغوطة بالريف الدمشقي إلى المناطق الآمنة الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية. ويؤكد بعض المدنيين الهاربين أن الجماعات المسلحة في الغوطة تستولي على المساعدات التي تصل إلى المناطق التي يسيطرون عليها، ليقوموا بعد ذلك ببيع هذه المساعدات على المدنيين وبأسعار عالية جداً. يضيق سكان الغوطة ذرعا، وتتسع ظاهرة الانشقاقات ضمن صفوف المجموعات المتشددة، ولعل آخرها كان تسليم لواء الأنفال سلاحه ومقاتليه للجيش السوري في خطوة لاحقة نفذها سابقا ما يعرف بجيش الأمة. دفعة جديدة هاربة من الموت المحتم داخل الغوطة الشرقية للعاصمة وصلت إلى نقاط الجيش السوري، حيث تم تأمينها ضمن مراكز إيواء مجهزة دون أن يتعرضوا لأذى أو خطر. لان في عندك عالم كثير كانت الاشاعات اللي جوا تقول انه بس تطلع توصل لمنطقه عسكريه انت اعتبرت متت، انت رايح على موتك برجليك. هو بالعكس، وقت انت بتوصل على منطقه عسكريه انت ولدت من جديد. ليش؟ لان هو الجيش هو اللي عم يحمينا. تحدث العوائل الناجيه من هول الموت داخل الغوطه عن ممارسات المسلحين الذين يقومون بسرقه المساعدات لاعاده بيعها للمدنيين باسعار مضاعفه، ما ادى لمجاعه كبيره داخل مناطق سيطرة المعارضة والمسلحين. كانوا متابعين جوا كتير كتير مجوعين، وكانوا قاعدين بأكبر ظلام. تجي مساعدات بياخذوها هنين بيردوا بيبيعونها بأغلى الأسعار. لك أخواتي طار عقلهم وقت شافوا البسكوت، والله العظيم وحياة الله صرنا نبكي. نحن كنا بدنا نطلع من زمان من زمان، بس ما كان حدا عم يعني ما كانوا عم يخلونا. عاد ما في طلعة من الغوطة الإرهابية. والله العظيم ننام بالبرد وبالسقيع، الثلج نازل فوقنا ونحن نايمين بالحارة وبالطريق، ما يخلونا نطلع، الأكل ما يفوتونا، ثلاثة أيام ما ناكل ويوم ناكل، ولهلأ في عالم هيك لساتهم بالغوطة. فيما تبقى دموع الأطفال وحدها أصدق تعبير عن الحالة التي كان يعانيها سكان الغوطة في ظل سلاح المجموعات المقاتلة. اختي بتبكي، اختي عمرها سنتين تبكي على شقفة الخبزة ما ينحسن بابا يأمن لنا اياها. مئات العالقين داخل مناطق التماسي والتوتر يرغبون بالانتقال الى مناطق الدولة السورية بسبب استقرارها وامانها من ناحية، وممارسات المسلحين المتشددة من ناحية ثانية، فيما تتوافد دفعات الهاربين تحت جنح الظلام إلى أقرب نقطة عسكرية للجيش السوري. هلأ صار عنا بالمركز هون ما يقارب 800 شخص، ما يعادل 300 أسرة. 300 أسرة، أطعام من لباس، طبابة 24 على مدار 24 ساعة موجودة، المطبخ مفتوح 24 ساعة. لمن القادمون أو الوافدون يجوا من المناطق المتوترة نقوم فورا بتوزيع وجبات داعمة كراتين إضافة للطعام اللي نقدم لهم إياه. 4 سنوات من الحرب داخل البلاد أنهكت الحجر والبشر، وكشفت مع الأيام مدى استغلال تجار الأزمة للحاجة الإنسانية للمدنيين، حيث لا مستفيد سوى أمراء الحرب ولا خاسر سوى عيون الأطفال المليئة بالأمل والألم.